بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نعلمكم كيف تزرعوا بذور إيش الصنوبر. هذه بذور الصنوبر، بتجيبوا تربة بتكون مبلولة يعني رطبة، وبتجيبوا البذرة هاي تحطوا واحدة هي هون وهي واحدة هون واحدة هون. هي حطينا أربع بذور، وننتظر خلال أسبوعين لثلاث أسابيع وبتلاقوها نبتت عدة شعيرات فوق بعض، وإن شاء الله الناتج بيكون زي هيك. هذا هو الناتج، هذه شجرة الصنوبر، شجيرة الصنوبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.